فين اولي والفرد مدين. انا جبت حضرة وناس حاضرين حطيت في حطة وفرقت مطوة والشغل قضية يا بني ادمين والشغل قضية يا بني ادمين. طب بينا بينا علي عدينا جايب اللي شبل ماسك سكينة كان لسه شبل من الاجمال والحط حط على الاندال والحط حط على الاندال. لو فيكو حد بيقدرني يبعت لي جن يحضرني هصرخ بصرخة واجري كتيبة بقولك يا زمالة بقولك يا زمالة السقفة معانا كده واللي بيحب صاحبه يرفع ايده للتلي فوق اهي يلا امسك لقلي. طب يا زمالة صحاب ودماغها تعبانة الصحبة بقت منسية وما في الصحاب بقى ويانا وما في الصحاب بقى ويانا اثبت وجودك وسط المجال الشغل حقه ولما عيال ياللي انتوا جيتوا عندنا تحسدوا لما غني انتوا تقلدوا حضر لي بفة واعمل لي زفة والرص حضرة انصب لي كمين الفخ قال لي ملقتش حل على صحبة خاينة بنت ملاعين على صحبة خاينة بنت ملاعين. انا كنت ماشي وفي حالي ماشي لقيتني في ثانية لبست في حيط جلبش في ايدي دموع في عينيا معرفش سبب التهمة ايه معرفش سبب التهمة ايه وقعدت بسأل نفسي كتير انا عقلي شتم دي التفكير دخلت على القاضي وللبيت مش عارف انا قدامكم ليه قال لي بصراحة تلتالي يا عم القاضي تقصد مين ما سمعش مني نص الكلام جه كلبشنا عم الامين نزلت الحجز رحت النيابة يا عم القاضي انا اهل غلابة حكم عليا بست سنين انا قلت مين يأذيني انا مين ولما عرفت وجاتلي الصدمة طلع صاحبي 20 سنين طلع صاحبي 20 سنين شفت الصحبة اللي ما تسواش عديت سنين وحق ما جاش عديت سنين وحق ما جاش سكوت وقص ما اسمعش كلمة انا شفت عيل عامل سلمة هرزع ورص كله هيبص والكلمة كلمة تزيد النص معروف كمان انا قلبك بص والرص رص مش اي رص والحط حط على التلاميذ والحط حط على التلاميذ وهزيع زيع والناس تسمعني ومحدش في المجال يمنعني والرقص في المجالات دلعني رقص يا عم الناس رقص رقص يا عم الناس رقص يا عم اصحى وصحصح لينا كلامنا طالع من حوالينا هنا المعاملة معانا بالحب مفيش فلوس تدخل وسطينا اشرب شيشة بالكنتالوب مثل على نفسك يا اخينا مثل على نفسك يا اخينا اسمع له يا ابني جن جنه هيما ابو لبن ده اكبر سنه كتب كلامنا كيمو الرملاوي رجب استريو وزع وهندس الرياسة مؤمن اورتيجا واحلى مسا على كل الناس واحلى مسا على كل الناس يا ابو لبن شعبيات اوفيشال ساحبين اولي والفرد مدين انا جبت حضرة وناس حاضرين حطيت في حطة وفرقت مطوة والشغل قضية يا بني ادمين والشغل قضية يا بني ادمين. طب بينا بينا علي عدينا جايب اللي شبل ماسك سكة